إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أمام فريق توتنهام والفريق جول، ولا بد من العقدة أن تنتهي، ولا بد من العقدة أن تنكسر. هكذا قالها والفريق، هكذا قالها زاها. هناك عاجل بوجود رونالدو في تشكيلة اليونايتد، لكن العاجل هنا في هذا اللقاء أن والفريق زاها يسجل أخيرا في شباك فريق توتنهام في المباراة 13. انتظر كثيرا، صام كثيرا. كرة عرضية تأتي خطيرة، إدوارد، هكذا البدايات وإلا فلا. نعم يا إدوارد، أنت تلعب أولى المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن تدخل بديلا وبعد لحظات تسجل أول أهدافك في أقوى الدوري. هذا لا يحدث كثيرا، وهذا لا يحدث لكثير من الأسماء بل لكثير من النجوم. إدوارد هنا في أولى المباريات، كنت فقط أتحدث قبل لحظات عن أرقامه مع فريق السلتيك، ولكن من أجل الثالث. هنا كرة إدوارد، أرادها ثنائي. بالنسبة له للتاريخ، لأول مبارياته في البريمير ليج، يسجل هدفين في ظرف أقل من ربع ساعة. وفي الجول، أخيرا أخيرا أخيرا، وبعد إلحاح وبعد إلحاح تأتي ابتسامة الجنرز، بعد إلحاح يتنفس الصعداء أرتيتا. جرينوود يا رونالدو، وجول أول لمانشستر يونايتد. نعم الدون يفعلها ويدشن عودته بتسجيل أول هدف في أول مباراة مع المان، يسجل الهدف رقم 675 مع الأندية، الهدف رقم 119 مع المان. الدون في الموعد كما المعتاد في المواعيد الهامة، يدشن عودته بهدف يسجل به عودته إلى فريق القلب في مسرح الأحلام. جهة اليمنى سام ماكسيما، كرة خطيرة، الخطيرة، جول الخطيرة، وهدف التعديل لفريق نيوكاسل من غابير مانكيو. جول لنيوكاسل، جول في الدقيقة 10 من انطلاقة الشوط الثاني، يفعل نيوكاسل ويعدل النتيجة في غفلة من دفاع مانشستر يونايتد. وكأن رونالدو لم يسجل، وكأن شيئا لم يحدث، وكأن المان لم يكن متفوق. ها هو نيوكاسل يعود ويعدل النتيجة ويبعث المباراة. نعم في لوكشو، رونالدو طلبها وسطاته، رونالدو دخل، رونالدو با 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 با، جول رونالدو، جول. يا سلام على الدون، يفعلها كريستيانو رونالدو ويسجل الثاني. يوم كبير لرونالدو ولعشاق رونالدو، يوم كبير لعشاق المان وكل من يحب المتعة الكروية مع نجم ليس ككل النجوم. يصنع الحل، يصنع الحدث أينما حل وأينما ارتحل، ببساطة لأنه اسمه كريستيانو رونالدو. جول تماما لبرونو فرنانديش، برونو با 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 با، جول. يا سلام عليك يا برونو يا فرنانديش، هذا صاروخ وليس جول، هذا أروع وأمتع.
أمتع وأجمل. يا سلام برونو فرنانديز استلم أطلق صاروخ أرض جو جول. يا سلام عليك يا برونو، أنسيتنا في هدفي رونالدو. البرتغال تفعلها وتسجل ثلاثية بفضل برونو فرنانديز ورونالدو. 3-1 صارت النتيجة الآن. ضربوهم بالأربعة يا سلام، ثنائية من رونالدو، واحد من برونو فرنانديز والرابع من لينغارد. ليس فقط رونالدو من يبدع، عندما يلتحق رونالدو الكل يبدع. أبدع برونو فرنانديز وأبدع جيسي لينغارد وأبدع اللاعب جيسي لينغارد. يا لها من لعبة رباعية، وجاء إثرها الهدف الرابع. نعم هي لعبة رباعية من أروع ما يكون. يختتمها جيسي لينغارد إذا ما أراد العودة. كرة بتسديدة اصطدمت، لا زالت قائمة. برناردو سيلفا يسجل أول الأهداف ويعلن التقدم لمصلحة الفريق الضعيف. جاءت بأقدام كانسيلو، اصطدمت، تحولت، عادت، وجدت البرتغالي وضع مورينيو في عامين متتاليين 2005-2006، أنشيلوتي في 2010، وتوخ القادم، ولوكاكو ممكن يسجل أول أهدافه هنا. ولوكاكو بص، بص الحلاوة، بص المهارة، وبص الهداف والبلوز. جايبين هذا الرجل من أجل الألقاب، من أجل الألقاب. أدي كرة وأدي حلاوتها وأدي متعتها. روميلو لوكاكو الذي أراد أن يعود لتشيلسي لأنه لم يرحب به في انطلاقته مع تشيلسي 2013 قادمة من أندرلخت، لكن أمامنا هو بخطة سابقة. أمامنا هنا استلم على طول من جانب لوكاكو. لوكاكو وأكسل توانسبي، أكسل توانسبي أمامنا هنا بيلعب مع مينكس ويلعب كذلك كونزا. هدف الأخطاء، هدف الأخطاء. بص أمامنا، شوف هنا مينكس كرة يعيدها قصيرة، لكن يا ولد يا ولد كوفاديتش أمامنا. كوفاديتش الذي سجل في الموسم قبل الماضي في مرمى سلام. تغيير اتجاه بمهارة يا ولد، زياش أمامنا هو طلع من الجنب اليمين. سبيلي كويتا عدى، عدى من مينكس، عمل كرة حلوة. لوكاكو ممكن التالت في اللقاء. هجمة حلوة قوي بدأها المغربي حكيم زياش. سيزار سبيليكويتا راوغ مينكس في هذه الكرة، لكن لوكاكو أمامنا هنا هو اللي يخطف القلوب، هو اللي يمتع. هو ده لوكاكو، دائما دائما في الموعد. لوكاكو في كل زمان وفي كل كرة معادة. شوف ما هذا الخطأ، ما هذا الخطأ. لا 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 لا، مش معقول. لا يمكنك أن تقدم الهدايا. محاولة لفريق نابولي، ممكن هي، ليست هي. لا، محاولة كانت من ماتيو بوليتانو. ماتيو أبو التسلل، وهذا موراتا يحولها. الله على خطورة يوفنتوس التي تتجلى من جديد. يحولها عرضية وكرة أمامية وكرة خطيرة. الله، تعود الكرة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء وفرصة. بوليتانو تركها إلى دولورينزو، لعبها وكرة. هذه الأخطاء والتعادل. نابولي يتعادل. ماتيو بوليتانو. ياه، طيب التمرير مرة أخرى من دي لورينزو، ومرة أخرى تسديدة. حول كرة ممتازة لكن يقطع الدفاع. ترتد لورينزو اللي هو الرويس، يلعبها إلى النيجيري. مش معقول، فيكتور أوسيمي. والكرة عالية، حارس المرمى تشيزني. الله، حلوة، من أحلى كرات المباراة. تشيزني في الكرة الأخيرة بذل فيها مجهودا كبيرا. بذل فيها خطورة، فيها الكرة العرضية. يلا اسميين مناسب، ونابولي يحصل على ركنية جديدة. والكرة ترتد. الله يا كوليباني. الله على الهدف الثاني. مش معقول.